في لاحتياجاتنا. خالد، وفين العمل ده؟ ابتسم يامن. حسنا، تعال معي. انطلق خالد مع يامن وسارا إلى أطراف المدينة حيث منطقة جبلية، حتى فوجئ خالد بعدد هائل من الفتيات والفتيان يعملون كأسراب النمل، وقد اندهش من ذلك الكم الهائل. وسأل يامن: كل الناس دي بتشتغل؟ يامن: نعم يا صديقي، وهنالك الآلاف يعملون في مناطق أخرى، إن الصناعة هنا مربحة. ثم أشار إلى مكان ما: هنا نقطع الأحجار من الجبال ثم نصنع منها طوبا يصلح لبناء المساكن، وكل هؤلاء الناس يعملون ويأخذون أجرهم يوما بيوم، وأنا وأنت سنكون بينهم، أجرنا 7 وحدات ذكاء في اليوم، هل يناسبك؟ ابتسم خالد ثم تابع يامن: هيا، عليك أن تثبت أنك جدير بالعمل. بدأ خالد عمله مع يامن والآخرين، يقطعون الصخور والأحجار بالآلات اليدوية. ربما كان عملا يحتاج إلى قوة بدنية، ولكن هذا ما كان يمتلكه خالد تماما، وبدأ يعمل، يرفع الفأس بيده ويحوى به على الصخور، وما إن تحطمت أول صخرة حتى نظر إلى يامن: لقد بدأنا العمل بالفعل. ويحدث نفسه ساخرا: بكالوريوس تجارة، إلى مخزن أدوية، إلى تقطيع حجارة. ويتابع عمله، والجميع ينظر إليه في إعجاب، وخاصة بعدما طلب من يامن أن ينافسه: من يقطع الحجارة أسرع؟ وقد تخلص من قميصه وربطه حول خصره وغطى العرق جسده فجعله لامعا مبرزا عضلاته. الجميع يعملون، ويامن وخالد يتنافسان ويسرعان، والكل ينظر إليهما وإلى ما يبذلانه من جهد، وقد أثارا حماس الباقين حتى أخذا قسطا من الراحة. وقد زادت دهشة خالد حينما نظر إلى الناس مجددا وإلى الفتيات التي تعملن بقوة وتحملن الأحجار إلى العربات، وسأل يامن: إزاي البنات بتشتغل الشغل الصعب ده؟ رد يامن: لا توجد فتاة بالمدينة لا تعمل، إن قانون زيكولا لا يسري على الأطفال فقط، ولكن ما إن تجاوز الشاب أو الفتاة 17 أصبحوا خاضعين لقانون زيكولا، وعلى الشاب أن يعمل من أجل ثروته، وعلى الفتاة أن تعمل من أجل ثروتها. ثم أردف: هنا لا أحد يعطي غيره من ذكائه دون مقابل، حتى إن تزوجت فلن يعطيها زوجها، إما أن تعمل وإما أن تموت أو أن تجد حلا آخر، هو أن ترث. رد خالد مندهشا: ترث؟ يامن: نعم، هنا الميراث يقسم على الأبناء بالتساوي. ابتسم خالد: الميراث ذكاء؟ يامن: وهل توجد ثروة أخرى يا صديقي؟ حين يموت أحد تنتقل ثروته تلقائيا إلى ورثته. هيا تابع عملك. ابتسم خالد: حسنا. مرت ساعات وخالد يعمل ومعه يامن حتى بدأت الشمس في المغيب، فتوقف الجميع عن العمل، وقد ظهر الإنهاك على خالد فضحك يامن: هل تعبت؟ فابتسم خالد: أكيد، أنا مش متعود على مجهود بدني بالطريقة دي. فضحك يامن: ستعتاد، علينا أن نغادر. وأجرنا؟ ما إن نغادر مكان العمل حتى يصلنا أجرنا دون أن نشعر، طالما عملت سيصلك أجرك. ابتسم خالد: زيكولا. يامن: أين ستذهب؟ هل نجتمع في المساء؟ تذكر خالد أسيل: لا، أنا هشتري طعام وبعدين هروح البحيرة مكاني. يامن: حسنا. دخل الليل وقد اتجه خالد كي يحصل على طعام، وما إن جلس بأحد المطاعم ليأكل حتى وجد جميع من هناك لا يأكلون سوى الخبز. وقد أتى رجل المطعم وسأله: ماذا تريد أن تأكل أيها الغني؟ فابتسم خالد ثم طلب منه أن يخبره بأسعار الطعام، فرد الرجل: هنا الخبز مقابل 1 واحدة، والأرز مقابل 3 وحدات، والدجاج 5 وحدات، واللحم 8 وحدات. فعلم خالد لماذا يأكل الجميع الخبز، وقد طلب دجاجا وخبزا وأكل حتى شبع، ثم اتجه مسرعا إلى البحيرة وجلس بجوار الشجرة التي يجلس بجوارها دائما. ظل خالد جالسا بجوار البحيرة ويسأل نفسه هل ستأتي أسيل كما أخبرته أم تأخر الوقت فلن تأتي، وإن لم تأتي كيف سيقابلها مجددا وعمله ينتهي مع انتهاء النهار. ويحدث نفسه: لماذا تريدها أن تأتي يا خالد؟ فيجيب: أريد أن أخبرها بقصتي وربما تساعدني، إنها تبدو أكثر ذكاء وثقافة من الآخرين. ثم سأل نفسه: ألا يوجد سبب آخر؟ فأجاب بعد صمت: لا لا لا. ثم ضحك، ربما حتى بدأت آلام جسده تشتد مع ذلك المجهود الذي بذله. وظل في انتظار أسيل حتى مر الوقت وغلبه النعاس دون أن تأتي. في صباح اليوم التالي أسرع خالد إلى عمله الجديد، ولكنه فوجئ ب3 أشخاص يعترضون طريقه،
ويوقفونه وقد أخرج أحدهم سكينا، ثم سأله: أين نصيبنا من عملك؟ فسأله خالد في غرابة: نصيبكم؟ رد أحدهم: نعم، لنا منك وحدتان ذكاء كل يوم، هل تقبل أم لا؟ اندهش خالد غاضبا: مقابل إيه؟ رد: إننا نحميك. خالد: لا، لا أقبل. فقام أحدهم بلكمه ثم انهالوا عليه ضربا حتى أسرع يامن الذي كان يمر بالقرب منهم. لماذا تضربونه؟ رد أحدهم: إنه لا يريد أن يدفع لنا نصيبنا. يامن وقد حاول أن يخلص خالد من أيديهم: سيدفع، سيدفع. ثم نظر إلى خالد الذي سالت الدماء من شفتيه: ادفع لهم وحدتين. فنظر إليهم خالد: حسنا، أقبل. فرد أضخامهم: حسنا. ثم انصرفوا. فنظر خالد إلى يامن: من دول؟ رد يامن: إنهم لا يعملون ويجبروننا أن ندفع لهم، وإلا تعرضوا لنا بالأذى. خالد: بلطجية يعني، وعاوزين إتاوة. يامن: أخي، إننا نحيا في زكولة هكذا، وقد تعودنا على ذلك. خالد منفعلا: تدفع من زكائك مقابل حمايتك، وفين الشرطة؟ رد يامن: إنهم ليسوا مذنبين، وقانون زكولة لا يعاقبهم، إنهم يريدون أن يبقوا أحياء، وهذا لا يتعارض مع قوانيننا. عليك أن تدفع وحدتين كل يوم وأن ترضى بذلك. صح خالد: إزاي يكون باخد 7 وحدات في اليوم وأدفع وحدتين مقابل حمايتي؟ وأكل منين؟ ويتبقى لي إيه؟ يامن: عليك أن تبذل جهدا أكبر لتوفر أكبر قدر من أجرك، ربما يساعدك مخزونك الكبير قبل أن تأتي إلى هنا، والذي قد يصل إلى 1000 وحدة. ولكن نصيحتي إليك، إياك أن تقترب مجددا من مخزونك من الذكاء، إنه كفيل بأن يبعدك عن الفقر. همس خالد: أتمنى. ابتسم يامن: حسنا، هيا إلى العمل. ما رأيك في منافسة كبيرة اليوم؟ مرت الأيام وخالد يعمل مع يامن في صناعة الطوب من الأحجار، ومر يوما بعد يوم وخالد ينهض من نومه ويتجه إلى عمله ويدفع الوحدتين مقابل حمايته، ثم يذهب إلى عمله فيحطم الصخور بفأسه، وقد أصبح شعره الناعم طويلا بعض الشيء، كما غطت لحيته الناعمة وشاربه وجهه وكبرت عضلاته، وأصبح الكثير من أهل المدينة يلقبونه بالغريب القوي. يسير في شوارع المدينة ويضحك مع هذا وذاك، ثم يأكل الدجاج والخبز كعادته، ويعود إلى البحيرة مرة أخرى فيلقي بنفسه في مائها كي يريح جسده من عناء العمل، ويظل ينتظر أسيل كل يوم، ويرفض أن يقابل يامن ليلا، ويحدث نفسه: ربما ستأتي اليوم. وتمر الأيام دون أن تأتي، حتى أدرك أن أسيل قد نسيت وعدها له بأن يكملا حديثهما بعدما لم يرها منذ حديثهما السابق والوحيد، ويظل ساهرا على شاطئ البحيرة حتى يغلبه النعاس فينام، حتى يأتي صباح اليوم التالي ويكرر ما فعله في اليوم السابق، وقد عادت إليه نضارة وجهه واختفى شحوبه بعدما شعر أنه عوض ما فقده من ثروته حين دخل زيكولا أول يوم، حتى جاء يوم وقد وجد يامن فحدثه: يامن، أنا محتاج إقلام ورقة. رد يامن في دهشة: لماذا؟ رد خالد: يعني في حاجات عايز أسجلها عن زيكولا، أستغل فترة وجودي هنا بعد ما فات شهر. يامن: حسنا، أعرف مكانا يمكنك أن تذهب إليه وتجد أقلاما وأوراق زيكولا المميزة. ثم تابع مفتخرا: بالطبع لا توجد صناعة أفضل من صناعة زيكولا. ثم أكمل: إنه مكان يباع فيه الكتب، وأعتقد أنك ستجد مرادك هناك. أراد خالد أن يسجل لحظاته التي يعيشها في زيكولا لعله يخرج منها ذات يوم، وتكون تلك الأوراق التي يكتبها ذكرى لن ينساها، أو يصنع منها كتابا يقرأه الكثيرون غيره. ولكن كان هنالك سبب آخر، فقد جال بخاطره أن تأتي أسيل ذات نهار إلى البحيرة فلا تجده، فقرر أن يكتب ورقة ويتركها بجوار شجرته ويخبرها بأنه في عمله وأنه ينتظرها كل مساء، وربما كان هذا السبب ما أشعل حاجته إلى الأقلام والأوراق. حتى وصل إلى المكان الذي وصفه يامن، وقد طرق الباب الخشبي ودخل، فوجد حجرة كبيرة مليئة بالكتب، ويجلس رجل عجوز بالحجرة وحيدا، فاندهش خالد من ذلك الكم الهائل من الكتب المترصة، حتى سأله العجوز: يبدو أنك الغريب القوي. ضحك خالد: نعم، ولكن كيف عرفت؟ رد الرجل: إنني أعلم الكثيرين من أهل المدينة. فابتسم خالد ثم سأله: من اللي كتب كل الكتب دي؟ رد العجوز: إنهم علماء زيكولا القدامى، وهنالك من الكتب ما ينتمي إلى البلاد الأخرى، إن زيكولا تهتم بالعلم والعمل. سأله خالد مجددا:
وأهل زيكولا قروا الكتب دي؟ أجابه العجوز: الكثيرون منهم قرأوا. قال خالد: يعني الكتب دي حققت لك ثروة كبيرة؟ رد الرجل: لا، لست إلى هذا الحد، إن أسعار الكتب رخيصة للغاية. ثم صمت وتنهأ: ربما كفاني أن أبيع كتابا واحدا مثل كتاب بعته. سأله خالد متشوقا: أي كتاب؟ رد العجوز: كان كتابا قد اشتراه مني رجل بأغلى سعر شهدته زيكولا. اندهش خالد: لازم كان كتاب سمين. ابتسم العجوز: لا أعتقد ذلك، وقتها لم أقرأ منه سوى سطور، ولكنني حين رأيت هذا الرجل يحتاجه بقوة طلبت منه أغلى سعر. ثم ضحك مجددا وتابع: يبدو أنه كان يحب الخيال. إنه كتاب يتحدث عن أرض أخرى، عن وهم يسمى سرداب فوريك. الجزء الثامن. تسرعت نبضات قلب خالد وامتلأت عروقه بالدماء حين سمع العجوز ينطق بسرداب فوريك وأرض أخرى غير زيكولا، حتى سأله في لهفة: سرداب فوريك؟ رد العجوز: نعم، أتذكر هذا الاسم جيدا. سأله خالد في لهفة مرة أخرى: والكتاب كان بيتكلم عن إيه في سرداب فوريك؟ رد العجوز في هدوء: لا أتذكر يا ولدي، لقد كان هذا منذ وقت طويل، حتى هذا الكتاب لم أقرأ منه سوى سطور، وبعدها جاءني هذا الرجل الذي اشتراه مني. خالد: والكتاب كان كامل؟ أقصد مكتمل؟ العجوز: نعم يا ولدي. خالد وقد بدا متوترا: في منه نسخة تانية؟ رد العجوز: لا أعتقد، إنني لم أرى كتابا يتحدث عن ذلك السرداب إلا في ذلك الكتاب. خالد: ولأي الرجل ده فين؟ هو موجود في زيكولا؟ العجوز وقد اندهش من أسئلة خالد الكثيرة: لم أرى هذا الرجل إلا مرة واحدة، ربما يكون هنا في زيكولا، ولكن ليس بمنطقتنا، وربما يكون قد خرج منها، لا أحد يدري. ثم سأل خالد: لماذا أنت مهتم إلى هذا الحد؟ هل تحب الخيال؟ رد خالد: أنا لازم ألاقي الكتاب ده، الكتاب ده هو الأمل الوحيد لي لما أخرج من زيكولا. ثم سأله: تقدر توصف لي الراجل اللي اشتراه؟ صمت العجوز وكأنه يتذكر: كان رجلا عاديا، كان طويلا مثلك، وكان ذا كتفين عريضين مثلك أيضا، وكانت لهجته وقتها غريبة أيضا. خالد: مثلي؟ ثم سأله بعد صمت: هل تذكر اسمه؟ ابتسم الرجل: إنني أتذكر اسمي بصعوبة. خالد وقد بدأ يتحدث إلى نفسه: طويل، وجسمه يشبه جسمي، ولهجته غريبة، وكان بيدور على كتاب سرداب فوريك. معقول يكون اللي في بالي؟ معقول يكون هو؟ فقطع تفكيره العجوز: لماذا الصمت؟ أين شرد ذهنك؟ رد خالد: لا، مفيش حاجة، أنا محتاج أشتري أقلام وأوراق. ابتسم العجوز: بالطبع يا ولدي، لك ما شئت. اشترى خالد بعض الأوراق والأقلام التي احتاجها، ولم تكن الأوراق شديدة البياض، وإنما كانت تميل إلى الصفرة، وكانت سميكة بعض الشيء. أما الأقلام فقد كانت أسطوانية خشبية رفيعة ذات سن مدبب، وبداخلها خزان صغير للحبر، وقد اشترى معها زجاجة من الحبر الإضافي، وانصرف عائدا إلى البحيرة، وتفكيره لم يتوقف لحظة واحدة منذ حديثه مع ذلك العجوز، ويسأل نفسه: معقول اللي في بالي؟ معقول يكون الرجل اللي اشترى الكتاب هو والدي؟ ثم يعود لنفسه: الكل كان بيقول إني طويل زيه، وإني عريض برضو زيه، وكمان نزل السرداب، وكلام العجوز، وإن لهجة الراجل ده غريبة، أكيد هو. ثم نظر إلى السماء: معقول يكون لسه عايش هو وأمي؟ معقول أشوفهم بعد السنين دي كلها هنا في زيكولا؟ ثم نظر إلى البحيرة وسأل نفسه: طب افرض كان حد تاني، ومين اللي هيشتري كتاب زي ده بأغلى سعر، وهنا الناس كلها بخيلة، وكتاب زي ده ملوش أي قيمة عندهم؟ ممكن يكون حد بيحب المغامرة، عنده نفس الدوافع اللي نزلتك هنا، أو ممكن يكون حد نزل السرداب غيرك أو غير أبوك وأمك. لا، هو أبوك. لا، حد تاني. لا، أكيد أبوك. يجلس أمام نار أشعلها على شاطئ البحيرة، وما زال يتحدث إلى نفسه.
مهما كان الشخص ده، سواء كان أبويا أو لا، معنى أن الكتاب موجود إن الأمل أصبح موجود. أكيد اللي كتب الكتاب ده عارف إزاي أقدر أرجع لمصر تاني. ثم على صوته، أنا لازم ألاقي الكتاب ده، لازم. ثم سمع صوتا من خلفه، أي كتاب؟ التفت خالد حين سمع ذلك الصوت ففوجئ بأنها أسيل وقد اقتربت منه، فنطق مبتسما، أسيل؟ فردت مبتسمة، نعم. ثم سألته بعدما جلست بجواره، هل تتحدث إلى نفسك هكذا دائما؟ رد خالد، أوقات، بس أنا خلاص تفكيري مش قادر يتحمل. أسيل؟ لماذا؟ رد خالد، النهاردة اكتشفت أني في أمل أقدر أرجع بيه لوطني، بس أمل بعيد. أسيل؟ أي أمل؟ خالد، عرفت أني في كتاب قاطعته أسيل. مهلا، أتعرف أنني لا أعرف اسمك بعد أيها الغريب؟ ثم تابعت مبتسمة، لم تخبرني به المرة السابقة. ابتسم خالد، اسمي خالد، خالد حسني. أسيل؟ خالد، اسم جميل. ابتسم خالد مجددا ثم تابع، اكتشفت ان في كتاب تاني كان بيتكلم عن السرداب اللي جيت منه. أسيل وقد بدت الدهشة على وجهها، أي سرداب؟ رد خالد، سرداب فوريك. أسيل، في الحقيقة أنا لا أفهم شيئا، لقد جئت اليوم كي أخبرك أنني أود أن أستمع إلى قصتك وكيف دخلت إلى زيكولا. ابتسم خالد مداعبا لها، أيوة جيت بعد شهر. فابتسمت أسيل، نعم لقد كان شهرا مزدحما بالعمل ولم يسمح وقتي أن آتي إلى هنا، ولكنني دائما كنت أتذكرك ولم أنسى إنقاذك للفتى دون مقابل، وكنت أعلم أنني سآتي إلى البحيرة يوما كي أستمع إلى قصتك. فضحك خالد، كنت في بالك؟ ردت وقد أومأت برأسها، نعم لم تغادر تفكيري، لا أدري لماذا. ابتسم خالد مسرورا ثم سألته، هل كنت تنتظرني؟ رد خالد، أنا؟ لا. ثم ابتسم، صراحة؟ آه، وكنت بدأت أفقد الأمل، بس النهاردة كأنه يوم الأمل، أعرف أن في كتاب موجود وأن أسيل الجميلة كمان هنا. أحمر وجه أسيل خجلا ثم نظرت إليه، هيا حدثني عن بلدك وعن الكتاب الذي وجدته. صمت خالد قليلا ثم بدأ يتحدث إليها، أنت تعرفي أني من أول ما دخلت زيكولا من شهر وما حدش يعرف أي حاجة عن بلدي، حتى يا من صاحبي اللي كل اللي يعرفه أني بلدي موجودة في الشمال، وأنا مش عارف فين الشمال ده أصلا. ثم أكمل، في البداية كنت فاكر أن أهل زيكولا مجانين، دلوقتي خايف أتكلم عن بلدي يفتكروني أنا المجنون. ثم نظر إليها، أنت هتصدقيني يا أسيل؟ ابتسمت أسيل وقد ضاقت عيناها، نعم أرى أنك صادق يا خالد. أكمل خالد، أنا مش عارف فين زيكولا دي أو بيجانا اللي هي بلدك، أول ما جيت هنا فكرت أن زيكولا من البلاد المعزولة اللي عمري ما سمعت عنها، زي البلاد اللي بنشوفها في التلفزيون. قاطعته أسيل في دهشة، ماذا؟ ضحك خالد، أكيد أنت متعرفيش التلفزيون، بس هشرح لك كل حاجة بعدين. ثم تابع، المهم أني كنت فاكر أن زيكولا معزولة وأن أهلها معزولين وما يعرفوش حاجة عن العالم، زي الهنود الحمر كده لما اكتشفهم كريستوف كولومبوس. قاطعته مجددا، من؟ ضحك خالد مجددا، أقولك على حاجة اسمعيني وبس، مش هتفهمي مني حاجة دلوقتي. ثم أكمل وسألها، أنت تعرفي مصر؟ أسيل وكأنها تسمع الاسم لأول مرة، مصر؟ لا أعرفه. طب تعرفي أمريكا، الصين، أفريقيا، أستراليا؟ أسيل وما زالت مندهشة، ما تلك الأسماء؟ دي أسامي بلاد العالم بتاعي، أنا بلدي اسمها مصر، بنتكلم نفس لغتكم اللغة العربية بس بالعامية زي كلامي كده. ثم سألته، وأين مصر؟ زي ما بسأل نفسي بالضبط فين زيكولا، هتكون نفس الإجابة لينا، هل هي كبيرة مثل زيكولا؟ ضحك خالد وسألها، هو عدد الناس في زيكولا كام؟ ابتسمت أسيل وقد وقفت وتحركت تجاه البحيرة، ثم التفتت وردت، كثيرون للغاية، قد يصل إلى 300,000، هذا غير البلاد الأخرى، آلاف أخرى. فرد خالد وقد وقف هو الآخر، عدد سكان مصر فوق 80 مليون نسمة. أسيل وكأنها لا تصدقه، ماذا؟ أكمل خالد ضاحكا، أمال لو عرفت عدد سكان بلد تانية اسمها الصين اللي عدى المليار، ولا عدد سكان الهند، أقولك عدد سكان العالم بتاعي أكتر من 6 مليار نسمة. نظرت إليه أسيل وبدأت تعد على أصابع يدها
وكأنها تتخيل العد، ثم سألته: وكيف يأكل كل هؤلاء الناس؟ فضحك خالد: اطمني، كله بيأكل. ثم سألته: ومصر بلدك جميلة؟ تحبها؟ ابتسم خالد ثم نظر بعيدا إلى البحيرة وصمت مفكرا قليلا، ثم تنهد وتحدث: كان عندنا شاعر جميل اسمه صلاح جاهين، قال على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، وأكرهها ولعن أبوها بعشق زي الداء. ثم توقف خالد وحدثته أسيل وكأنها تريد المزيد: ماذا بعد؟ أكمل. فضحك خالد: لا أنا حافظ لغاية هنا بس. فضحكت أسيل ثم أكمل خالد: العالم بتاعي بيختلف عن هنا كتير، عندنا كهرباء وإذاعة وتلفزيون وإنترنت وبنتعامل بالنقود. ماذا؟ ما كل هؤلاء؟ مش هتفهمي قصدي لو قعدت أشرح لك سنة كاملة، بس إحنا عالمنا متطور إلى حد كبير. هل أنتم تعيشون بالفضاء؟ لا 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 لا، إحنا بنعيش على الأرض وعندنا مية وصحراء وبنات حلوة زيك كده. حتى لمح تغير وجه أسيل التي سألته على الفور بعدما تحدث عن جمال البنات: وكيف جئت إلى هنا؟ فصمت خالد قليلا ثم تحدث: كنت في يوم زعلان، فحب جدي يخفف عني فكلمني عن سرداب تحت بلدتي اللي اسمها البهو فريك، اسمه سرداب فوريك. ومن أول ما حكالي وهو مش عارف إيه اللي حصل لي، لقيت عندي رغبة قوية إني أنزل السرداب ده واكتشف اللي فيه. بعدها ظل خالد يحكي ما حدث له منذ نزوله للسرداب حتى وصل إلى تلك الأرض وقابل الفقيرين بالصحراء، وتشبث بعربتها مع يامن ودخوله إلى زيكولا وعلمه أن التعامل بها بوحدات الذكاء. ثم نظر إليها: لما شفت العربات والأحصنة والدروع والسيوف فكرت أني انتقلت بالزمن في الماضي، بس فوجئت أن الجميع هنا بيقولوا أننا في أواخر 2009 وده نفس التوقيت في بلدي. ردت أسيل: نعم نحن على أعتاب عام 2010. أكمل خالد: دي الحاجة اللي هتجنني ومش قادر استوعبها، إزاي إحنا في 2009 وحياتكم هنا بتقول إنكم من قرون؟ ثم تابع: ولما تأكدت من إن التعامل بالذكاء فعلا مش كلام مجانين، بقيت متأكد إن السحر هنا مسيطر على المدينة. أنا خلاص مش قادر أفكر. لا أعتقد أنك محق بأن السحر يسيطر على زيكولا، إن الحياة هنا هكذا، لماذا لا تقول إن السحر يسيطر على بلدك أنت ويجعلكم تتعاملون بطريقة أخرى؟ كيف تتعاملون بورق؟ أرى هذا سحرا. في بلد القديمة بيجانا كنا نتعامل بالمقايضة. أيوة المقايضة دي حاجة طبيعية، هنا في زيكولا التعامل هكذا يا خالد. هل كانت عملة بلدك في كل البلدان؟ لا، كل بلد لها عملة، وهكذا هنا العملة الذكاء، لست أنا أو أنت من فرضها. صمت خالد مجددا ثم قال: الواقع دلوقتي بيقول إنه اتحكم علي إني أفضل سنة كاملة في زيكولا، ونفسي السنة دي تعدي بأقصى سرعة، نفسي أرجع لبلدي، أرجع لحياتي الطبيعية. ثم عاد بظهره وأسنده إلى الأرض وقد وضع يده خلف رأسه ونظر إلى السماء وتأملها كثيرا حتى نطقت أسيل: قصتك غريبة بالفعل يا خالد، ولو سمعها غيري لظن أنك مجنون. ثم ابتسمت: ولكنني أصدقك ولن أتركك حتى تحدثني عن التلفزيون هذا في القريب، ولكن ليس الآن. فابتسم خالد ولكنه تذكر شيئا، ثم قام مسرعا إلى جانب الشجرة وحدث أسيل: أنا عندي دليل. ثم عاد إليها مجددا ومعه ساعة يده التي كانت توقفت، فسألته: أهذا التلفزيون؟ ضحك خالد: لا دي ساعة بنحسب بها الوقت. نظرت أسيل إلى الساعة بدهشة: إنها عجيبة. ضحك خالد: لو كانت بتشتغل كنت قلتلك اقبليها هدية، بس دي ملهاش قيمة دلوقتي. فابتسمت: إنك كريم. ونظرت إلى الساعة: كيف تقيس تلك الآلة الوقت؟ إننا هنا نقيسه بطرق أخرى تماما، إنه عمل يقوم به أشخاص ويأخذون راتبهم. في الحقيقة أنا مش عارف هي بتقيس الوقت إزاي. ثم سألها وكأنه يريدها أن تبقى معه مدة أطول وألا تغادر: هو الوقت بيتحسب إزاي في زيكولا؟ ترى ضخامة صورة زيكولا، كلما أشرقت الشمس حتى تشرق اليوم التالي يحسب يوما وتنحت علامة على السور، ثم تمر 7 أيام
فتنحت علامة أخرى لأسبوع، وما إن يأتي الشهر بعد 30 يوما حتى تنحت علامة مختلفة، ويأتي العام بعد 12 علامة من علامات الشهور، فتنحت دائرة مميزة. إنهم عمال كثيرون ولهم أجور لعملهم، يسمون عمال الوقت. ثم أكملت: ولكن الغريب والذي لاحظته أننا ندرك أننا في نهاية عام 2009، وهذا لا أعتقد أنه يتوافق مع عدد السنوات التي على السور، والتي لا تكمل نصف هذا العدد من السنين، ولكنني لا أشغل بالي بهذا. تنهد خالد قائلا: زيكولا، كل شيء غريب تجده في زيكولا. ثم أكمل: النهاردة بالصدفة عرفت أن في كتاب تاني عن سرداب فوري، وأن حد اشتراه من سنين، والكتاب ده بيمثل الأمل ليا وأني أرجع لبلدي. الأكبر من كده أني حاسس أن اللي اشترى الكتاب ده ممكن يكون والدي. صمتت أسيل وكأنها تفكر. إنني لم أسمع عن هذا الكتاب من قبل. ثم سألته: ماذا ستفعل؟ هل ستسأل كل شخص عن هذا الكتاب؟ أنا هدور على الكتاب في كل مكان، لازم ألاقي الكتاب، أكيد الكتاب ده هو اللي هيجيب عن كل أسئلتي. فابتسمت أسيل: أتمنى أن تجده وأن أستطيع مساعدتك يا خالد. ثم نهضت. علي أن أغادر الآن، لقد تأخر الوقت كثيرا ولدي الكثير من العمل غدا. أظن أننا تحدثنا بما يكفي لحديث شهر كامل. ثم أكملت وهي تسير: ولكني أحببت ذلك الوقت معك يا خالد. غادرت أسيل وظل خالد يقظا يفكر كثيرا، ثم يقطع تفكيره بابتسامة حين يتذكر حديثه مع أسيل، وظل هكذا حتى أشرقت الشمس دون أن يخفو له جفن. فاتجه مسرعا إلى مكان عمله، وكعادته قابل من يأخذون منه الوحدتين مقابل حمايته، فآثر أن يعطيهم الوحدتين. ثم وجد يامن فنادى عليه: يامن. رد يامن: أهلا يا خالد، عاوز منك طلب، عاوز أشتري حصان. يامن في دهشة: حصان؟ أيوة. يامن وما زالت الدهشة على وجهه: لماذا؟ لم يجد خالد مفرا إلا أن يخبر يامن بالحقيقة، وأنه يريد ذلك الحصان كي يبحث عن الكتاب في جميع مناطق زيكولا. حتى بدا يامن وكأنه لا يصدق، ولكن هذا لم يشغل بال خالد، وطلب منه أن يدله على مكان لبيع وشراء الأحصنة. حتى نظر إليه يامن متجاهلا قصته: إن هذا سيكلفك كثيرا، ربما يكلفك 150 وحدة. رد خالد: أنا موافق. تابع يامن: خالد، هذا سيأخذ من مخزونك الكثير، مش مهم، المهم أن ألاقي الكتاب. حسنا، كما تريد، سأخبرك أين تجد مكانا تبتاع منه حصانا قويا، ولكن أين ستبحث؟ نحن هنا في المنطقة الشرقية حيث باب زيكولا وأرض الاحتفال وصناعة الطوب، وهنالك 4 مناطق أخرى غير هذه المنطقة: المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى التي يوجد بها الحاكم، وكل منطقة تختلف عن الأخرى وعن منطقتنا هذه. أنا هدور في كل مكان، لازم ألاقي الكتاب أو اللي اشتراه. وعملك، عندي مخزون كبير زي ما قلت لك، أخشى أن تقترب من مخزونك كثيرا فتندم على ذلك، ده أمل ما أقدرش أتركه. عرفني بس منين أجيب حصان. حسنا، ولكن ماذا إذا وجدت الكتاب ولم تجد به ما ينفعك، وقد أنفقت الكثير من ثرواتك، وجاء يوم زيكولا؟ لو جاء يوم زيكولا أعتقد أنه هيكون فيه كتير أفر مني، وأنا واثق أني بالكتاب ده هقدر أرجع بلدي حتى لو فقدت أكبر قدر من الذكاء. صمت يامن قليلا ثم تنهد قائلا: ولكنك نسيت شيئا هاما لا تعرفه، إن نجحت في ذلك وفقدت جزءا من ثرواتك ستعود إلى وطنك كما خرجت من هنا مريضا، لست ذكيا على الإطلاق، لن يميزك عن غيرك سوى شيء واحد. فسأله خالد متعجبا: إيه هو؟ رد يامن: الغباء يا صديقي. الجزء التاسع. أخبر يامن خالد بأنه قد تجاهل شيئا لا يعرفه، وأنه إن فقد ثروته مقابل ذلك الكتاب سيخرج من زيكولا كما هو أقل ذكاء، لا يمتلك إلا الغباء. فنظر إليه خالد وقد اتسعت حدقتا عينيه وكأن صاعقة أصابته: إيه؟ أنت بتقول إيه؟ تلك هي الحقيقة يا خالد، عليك أن تحتفظ بذكائك حين تخرج من زيكولا حتى تعود إلى بلدك كما كنت، أو تعمل وتحقق ثروة فتعود أكثر ذكاء. أما إذا فقدت ذكائك هنا وقد خرجت. ثم صمت قليلا وأكمل:
فكيف تسترده بعد ذلك؟ صمت خالد مرة أخرى من الصدمة، وحدث نفسه في ضيق: الكتاب أو الغباء. ثم غضب وترك يامن الذي على صوته تجاهه: ماذا ستفعل؟ أما زلت تريد أن تشتري حصانا؟ ولكن خالد لم يجب سؤاله، وتركه وصار مبتعدا عن مكان العمل هائما، لا يعلم ماذا يفعل وماذا يقرر. غادر خالد مكان عمله، وما إن غادر حتى وصلت أسيل إلى ذلك المكان وكأنها تبحث عنه، وقد سألت بعض الفتيان أين تجده، فأخبروها أن تجد يامن صديقه المقرب، حتى وجدت يامن الذي كان يعمل بتقطيع الصخور، فسألته على الفور: أنت يامن؟ فنظر إليها يامن في دهشة: أسيل الطبيبة؟ نعم أنا يامن. أين خالد؟ فاندهش يامن من سؤالها: تريدين خالد؟ نعم، لقد غادر العمل غاضبا. فسألته في لهفة: لماذا؟ إنها قصة طويلة ربما لن تصدقيها. صمتت أسيل قليلا ثم سألته: الكتاب؟ يامن في دهشة: أتعرفين قصة الكتاب؟ نعم أعرف كل شيء، لماذا غادر غاضبا؟ بعدها أخبرها يامن بقصة ذلك الحصان الذي يريد أن يشتريه خالد كي يبحث عن الكتاب في أرجاء زيكولا، ثم أكمل حديثه حين قال: والآن أنا لا أعرف أين هو. فابتسمت أسيل: ولكنني ربما أعرف. ثم شكرته وغادرت، وقد ابتسم يامن حين غادرت أسيل قائلا: لم أرها في حياتي تهتم بشخص هكذا. وصل خالد إلى شاطئ البحيرة مرة أخرى، ثم جلس وقد بدا الحزن والضيق على وجهه، حتى اتجه إلى أغراضه بجوار شجرة البحيرة، وقد أخرج الأقلام والأوراق التي اشتراها، وقرر أن يكتب أي شيء، لا يدري ماذا يكتب، ولكنه يعلم أنه لا سبيل لذلك الضيق سوى أن يكتب، كما كان يفعل دائما حين كان يرفضه والد منى، وكان يكتب رايقاته ويعلقها على حائط غرفته، حتى أمسك بقلمه وبدأ يرسم خطوطا ويكتب كلمات غير مفهومة، حتى كتب: ماذا أفعل؟ بعدها فوجئ بأسيل تقترب منه وقد ابتسمت: كنت أعرف أنني سأجدك هنا. ثم سألته: لماذا لا تعمل اليوم؟ فصاح خالد غاضبا: واشتغل إيه؟ أنا كرهت كل حاجة هنا. فابتسمت أسيل في هدوء تريد أن تخفف من غضبه: حسنا، ماذا فعلت بعدما تركتك بالأمس؟ فأخبرها خالد بأنه لم يفعل شيئا، وظل يقظا حتى أشرقت الشمس، فتابعت: لست وحدك من أصابك الأرق، أنا أيضا لم أنم. فنظر خالد إليها في دهشة حتى أكملت: كنت أفكر كيف تجد كتابك. ثم صارت بعض الخطوات بعيدا عنه، بعدها التفتت إليه وقالت: تريد أن تبحث في كل مناطق زيكولا، وأنا أريد أن أساعدك في ذلك. ثم ابتسمت: وهنا في زيكولا لا أحد يساعد غيره دون مقابل. ثم صمتت برهة وأكملت: وأنت لا تريد أن تعمل. ثم نظرت إلى أسفل: ولهذا لن أستطيع مساعدتك. ثم سارت بعض خطوات وتحدثت إلى نفسها بصوت يسمعه خالد: ولكن ربما يفكر خالد الذكي ويريد أن يعمل، وبعدها قد يساعده عمله. فنظر إليها خالد وقد أصابته الحيرة: أنا مش فاهم حاجة. ابتسمت أسيل مجددا: خالد، أنا أذهب إلى كل مناطق زيكولا ما عدا المنطقة الشمالية، وقد جئت إليك اليوم كي أقدم لك عرضا. خالد في دهشة: عرض؟ نعم، ما رأيك أن تأتي معي إلى تلك المناطق وتعمل كمساعد لي جزءا من اليوم، وقد أعيرك أحد أحصنتي إن احتجته باقي اليوم، تبحث عن صاحب الكتاب كما تشاء بالمكان الذي نتواجد به. ثم أكملت وقد أشارت إليه بإصبعها: ولكن عليك أن تعود إلي مبكرا في اليوم التالي، أنا أحب أن يلتزم من يعمل معي. خالد وما زالت الدهشة منطبعة على وجهه: أعمل معك؟ نعم، بس أنا ما بفهمش حاجة في الطب. وكيف أنقذت الفتاة؟ زي ما قلت لك قبل كده، دي دورة إسعافات أولية، بس مش معنى كده أني بفهم في الطب. حسنا، أشعر أنك ستتعلم كثيرا، وربما نجد غرقة، فلن أجد أفضل منك في إنقاذهم. أسيل، هو أنت الطبيبة الوحيدة بزيكولا؟ لا، هنالك العديد من الأطباء، ولكني أكثر مهارة،
وهذا ما جعلني طبيبة الحاكم وأسرته وطبيبة زيكولا الأولى رغم سني الصغير. هل توافق؟ فصمت خالد مفكرا وقد طال تفكيره، ثم التفتت أسيل إليه وقد صارت خطوات مبتعدة عنه وقالت: أرى أنك حقا لا تحب الطب. ثم ابتعدت حتى نطق خالد بصوت عال: أسيل، أنا موافق. فابتسمت دون أن تريه وجهها، وقد ضاقت عيناها بعدما سمعت كلماته، ثم توقفت والتفتت إليه مجددا: حسنا يا مساعدي، عليك أن تعد نفسك وأن تنام جيدا اليوم، غدا سنذهب إلى المنطقة الوسطى التي يتواجد بها حاكم زيكولا. غادرت أسيل، أما خالد فقد امتلك من السعادة ما لم يمتلكه من قبل في زيكولا، حتى كاد يرقص فرحا ويحدث نفسه: أنا مساعد أسيل، أنا مساعد أسيل. ثم عاد مسرعا إلى أغراضه وأمسك القلم من جديد وبدأ يكتب بعدما فكر قليلا: أسيل، تلك الحورية التي وجدتها في زيكولا، ربما كنت أظنها جميلة الوجه فقط حين رأيتها للمرة الأولى، ولكنها تمتلك كل ما هو جميل. إن اليوم أسعد أيامي في تلك المدينة. ثم ترك القلم ووضع الأوراق بجواره، ثم أخفاها بأغراضه ونظر إلى ملابسه، وحدث نفسه بأنه اشتراها حين دخل إلى زيكولا منذ أكثر من شهر ولا يمتلك غيرها، فعزم على أن يذهب إلى شوارع المدينة وأن يشتري زيا جديدا يناسب وظيفته الجديدة. وقد ذهب بالفعل واشترى زيا ليس بغالي الثمن، وقد اندهش بائع الملابس وسأله: كيف تشتري زيا آخر بعد شهر واحد فقط؟ ولكن خالد لم يعبأ بذلك وعاد إلى شاطئ البحيرة مرة أخرى، وظل هنالك حتى حل الليل وهو ينتظر أن يأتي صباح اليوم التالي في أسرع وقت. في صباح اليوم التالي نهض خالد من نومه، وكعادته ألقى بجسده في البحيرة ببنطاله القديم، بعدها ابتدى زيه الجديد وظل في انتظار أسيل حتى وجد عربته يقود حصانها سائق تقترب، فأسرع إليها وركب العربة بجوارها، ثم تحركت العربة في اتجاهها إلى المنطقة الوسطى. بعدها نظرت أسيل إلى زيه الجديد: مبارك عليك الزي الجديد. ضحك خالد: لازم المساعد بتاعك يشرفك في أي مكان. احنا هنعمل ايه في المكان اللي احنا رايحينه؟ المنطقة الوسطى يعيش بها الحاكم وأسرته، وقد أرسلوا إلي كي أذهب إلى هناك اليوم، قد يكون أحدهم مريضا. طب ليه أنت مش ملازمة الأسرة الحاكمة طول الوقت؟ لقد طلب مني الحاكم ذلك بالفعل ولكنني رفضت. رفضتي؟ نعم، لا أريد أن أكون أسيرة لمكان بعينه، حتى لو مكان الحاكم. تقدر ترفضي طلب للحاكم؟ إنه حقي، ولدي من الحرية ما يجعلني أتحكم بإرادتي وأن أحب الانطلاق، ولا أريد أن يقيدني أحد. هو نظام الحكم هنا في زيكولا ملكي؟ لا، إن حاكم زيكولا يظل بالحكم 5 سنوات، ثم يأتي حاكم غيره يختاره أهل زيكولا. 5 سنوات بس؟ نعم. وما فيش تجديد؟ لا، كل حاكم له 5 سنوات فقط. ألا تكفي تلك المدة؟ أرى أنها كافية لكل حاكم هنا كي يأتي غيره ويكمل مسيرة التقدم لزيكولا ويستفيد من أخطاء من سبقه، ولهذا زيكولا تتقدم عن البلاد الأخرى. ألستم كذلك في بلدك؟ ضحك خالد ثم فرك شعره وصمت وحاول أن يختلق موضوعا آخر للنقاش، ثم حدث نفسه: أنا دلوقتي متأكد أن زيكولا ليس لها علاقة بالوطن العربي إلا اللغة العربية. حتى قاطعت صمته أسيل: لماذا الصمت؟ لا لا ولا حاجة، لسه وقت كتير على المنطقة الوسطى دي. نظرت أسيل من نافذة العربة ثم أجابت: لم يتبقى إلا القليل، ستساعدني حين يكون عملي مع الرجال فقط، أما النساء فلا أريد مساعدتك في شيء. ليه؟ فابتسمت ثم أكملت: يمكنك أن تنصرف وقتها وأن تبحث عن كتابك، ولحسن حظك تلك المنطقة صغيرة لا يوجد بها سوى قصر الحاكم وبعض قصور الأثرياء. مر الوقت وقد وصلت العربة إلى تلك المنطقة التي يقصدونها، وقد نظر خالد من نافذة العربة واندهش حين وجد تلك القصور العالية وتلك الزخارف الرائعة التي تزينها من الخارج،
وشاهد الكثير من الحراس يقفون أمام أحد القصور، فعلم أنه قصر الحاكم، حتى توقفت أمامه العربة، ونزلت أسيل ومعها خالد حاملا حقيبتها القماشية، واتجها إلى داخل القصر، وخالد يلتفت حوله كلما سار، ويشاهد البراعة المعمارية مستمتعا، وقد لاحظت أسيل ذلك بعدما تلكأ في خطوته، فحدثته مبتسمة: على مساعدي أن يسرع، ليس هنالك وقت للتأمل. فابتسم خالد وأسرع حتى دخل معها إلى بهو القصر، وهنالك وجد رجلا تبدو عليه الفخامة والنفوذ، وبجواره العديد من الأشخاص والذين بدا عليهم الثراء أيضا، وقد علم خالد ذلك من ملابسهم المزركشة والتي قد تباع إحداهم بما يكفي لإنقاذ عشرات الأشخاص من الذبح. حتى انحنت أسيل وانحنى معها خالد. بعدها تحدث الحاكم إلى أسيل: لقد جئت في موعدك أيتها الطبيبة، ما هذا؟ وقد أشار إلى خالد: إنه مساعدي يا سيدي. لن تحتاجيه اليوم، أريدك فقط أن تداوي زوجتي، أشعر أنها ليست بخير في الأيام السابقة. فانحنت أسيل مرة أخرى، ثم عادت إلى خارج بهو القصر ومعها خالد، وقد حدثته مبتسمة: أرى أنك محظوظ، لن تعمل اليوم، ولكنني سأرهقك من العمل في الأيام القادمة. ثم أشارت إليه أن ينصرف: لك اليوم بالكامل، ابحث عن كتابك، ربما تجد ذلك الشخص الذي اشتراه هنا، أما أنا فعلي أن أرى زوجة الحاكم، لعلها بخير. ابتسم خالد وتركها وغادر، وهو يحدث نفسه: أسيل، حورية زيكولا. انصرف خالد وبدأ يسأل كل من يقابله عن شخص طويل وعريض مثله، ولهجته غريبة أيضا، ولكنه يكبره سنا، ويتكلم عن الخيال أو عن شيء يسمى سردافوريك. لم يجد ممن يسألهم سوى علامات الدهشة والغرابة، ولم يكن يعلم أحد ممن يعملون بقصر الحاكم شيئا عن ذلك الشخص الذي يقصده خالد. بعدها خرج من القصر واتجه إلى القصور الأخرى، ويعلم أنه سيجد صعوبة فيما يفعله، ولكنه عزم على أن يتمسك بأمله وأن يحاول في سبيل حلمه بالعودة إلى بلده، وبدأ يسأل الناس من جديد، ولكنه كلما سأل أحدا عن ذلك الشخص أو ذلك الكتاب لم يجبه، وظل يسأل كل من يقابله دون جدوى. ومر الوقت وقد أصابه التعب، وبدأ اليأس يتسرب إلى قلبه، حتى مر عليه شخص فسأله، فأخبره أن هنالك مبنى كبير به الكثير من الكتب يسمى مكتبة الحاكم، لعله يجد ذلك الكتاب به. أسرع خالد إلى ذلك المكان الذي وصفه له الرجل مقابل وحدتين من ذكائه، وهنالك وجد شخصا يعمل به، فسأله عن ذلك الكتاب لعل صاحبه قد باعه أو أهداه إلى تلك المكتبة، فلم يجيبه الشخص، وأخبره بأنه لا يعلم كثيرا عن تلك الكتب، وقد سمح له بأن يدخل إلى المكتبة مقابل 5 وحدات أخرى من ذكاء خالد، وقد وافق خالد على ذلك، واتجه إلى داخل المكتبة. بعدها بدأ خالد يبحث بين الكتب، ويبحث بين الورقات المتناثرة، يبحث في كل مكان بتلك المكتبة، لا يريد أن يترك شبرا دون أن يبحث فيه، ويستريح لبعض الوقت ثم يعاود بحثه مجددا حتى لا يضيع وقته، ويزيح الأتربة المتراكمة على بعض الكتب، ويجلس من يعمل بتلك المكتبة يشاهده دون أن يساعده، وخالد يواصل بحثه، يحاول أن يجد أي عنوان لكتاب يمت بصلة إلى سرداب فوريك، ولكنه دون فائدة، فقد مر الوقت وأكمل بحثه دون أن يجد ما يريده، حتى حدث نفسه: أكيد صاحب الكتاب مش في منطقة الحاكم، لسه في مناطق تانية. ثم غادر، وقد دخل الليل وعاد إلى قصر الحاكم، فوجد أسيل في انتظاره بالعربة، فسألها إن كانت انتهت هي الأخرى من عملها، فأجابته بأنها قد انتهت من عملها بالفعل، ثم سألها: لماذا لم تغادر؟ فأجابته مبتسمة: وهل أغادر دون مساعدي؟ هيا. ثم أمرت السائق أن يتحرك بهم إلى البحيرة. بعدها سألته: هل وجدت شيئا؟ رد خالد: للأسف لا، سألت ناس كتير بس ما لقيتش أي جواب. لهم العذر في ذلك، إنك تبحث عن شيء صعب للغاية، تبحث عن شخص لا تعرف وعن كتاب لم يسمع به أحد. عارف أنه أمل ضعيف، بس لازم أتمسك به. لا تحزن يا خالد، إنك ما زلت في اليوم الأول من البحث، وعليك أن تسعد بأنك انتهيت من منطقة بأكملها حتى لو كانت صغيرة. ثم صمتت وأكملت:
لدي خبر سيجعلك سعيدا. نظر إليها خالد في لهفة. إيه هو؟ لقد اكتشفت أن زوجة الحاكم ليست مريضة وأنها ستستقبل مولودا قريبا. حامل؟ نعم، وأرى من أعراض حملها أنه قد مر 3 أشهر على حملها. ولا أكون سعيد لي؟ إن أنجب ذكرا سيكون هنالك احتفال لأهل زيكولا بذلك الطفل تكريما للحاكم، ويقام يوم زيكولا بعد مولده 7 أيام، وبالطبع سيفتح باب زيكولا قبله بيوم، وسيذبح أفقر من بالمدينة أيضا. هذا يعني أن يوم زيكولا قد يكون بعد 6 أشهر فقط من اليوم. ثم صمتت مجددا ونظرت إلى النافذة وقد بدا على وجهها الحزن، ولمعت عيناها بالدموع وأكملت. وقتها تستطيع أن تخرج من زيكولا.